اهلا بكم، هذا برنامجكم اخر النهار وانا معكم محمد الباز. في مشهد يؤكد وفاء مصر لمن يعمل لها باخلاص وتجرد. النهارده تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الدوله المصريه مشهد الجنازه المهيب الذي ودعنا به مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه ورئيس الوزراء السابق المهندس شريف اسماعيل. الحقيقه انه هذا الرجل بما قاله عنه الرئيس وبما قاله عنه رجالات الدوله وبما قالته كل مؤسسات الدوله وكل من تعاون معه يؤكد لنا حقيقه لا بد ان نمسك بها جيدا. مصر في اللحظه الصعبه، في لحظه المواجهه، في لحظه الاحتياج لابنائها، عندما يعمل المواطن المصري ايا كان موضعه وايا كان مكانه وايا كان وظيفته، عندما يعمل باخلاص لوجه الوطن فقط ولا ينتظر عائد ولا يهتم بمن ينتقده، فمصر الحقيقه النهارده ترد الجميل لهذا الرجل الذي عمل رئيسا للوزراء في فتره صعبه جدا لم يلتفت فيها الى ان التحديات كانت كبيره، ولم يلتفت فيها إلى أنه الصعاب كانت متعددة، ولم يلتفت فيها إلى التقولات والأكاذيب والشائعات والاتهامات والتشويه المعنوي له، ولكنه قرر أن يكمل طريقه. الحقيقة ما يحدث اليوم يطمئن كل من ينحاز إلى الدولة أن الدولة لا تنساه، الدولة تكرمه، الدولة تقف في هذا المشهد لتقول للجميع. صحيح انه من يعمل لمصر لا ينتظر اي شيء كبير او صغير، ولكن على الاقل نحن نؤكد هذه الحقيقه. النهارده الحقيقه المشهد ده مشهد الدوله المصريه، مشهد الدوله المصريه المستقره الامنه المعترفه لابنائها بما يفعلوا. بكره ان شاء الله هيكون عزاء المهندس شريف اسماعيل في مسجد المشير، بكره الاثنين. وعايز اقول حاجه مهمه جدا. شوف، رغم انه في ناس كتير حاولت من معسكر الاعداء، وانا اسميهم معسكر الاعداء، حاولوا الاساءه لي وحاولوا يعني تشويه صورته، ولكن حاله الحب التي بدت عند كثيرين لي شريف اسماعيل الحقيقه قاومت وواجهت حاله او محاوله التشويه، لانه معسكر الاعداء ضعفت حجته وما بقاش عندهم حاجة يقولوها. فيعني نطلب من الله أن يمن على المهندس إسماعيل بالرحمة وأن يجازيه خير على كل ما قدمه لمصر في طول حياته العملية الحقيقة، وليس فقط الفترة اللي كان فيها رئيس للوزراء. طيب، بمناسبة أنه معسكر الأعداء ده اللي أنا بقول لحضراتكم عليه ما عادش عنده حاجة يقولها، والحقيقة انه من يطلقون على انفسهم المعارضه المصريه في الخارج وهم ليسوا الا عصابه، ومن يسيرون على خطى هذه العصابه، مفروض انه الفضيحه بتاعه عقد التزام قناه السويس اللي بان انه هو مفبرك وكاذب، الفضيحه دي تكون نقطه مفصليه مش عندهم بس، او مش عندهم لان هم لن يكفوا عن الاكاذيب، ولكن عند ناس كتيرة جدا كانوا ممكن يقروا الحاجات عندهم ويسمعوا ليهم وممكن يفكروا في اللي هم بيقولوه أو يصدقوه. دي رسالة للناس. المعسكر ده تأكد لينا وبيتأكد لينا مرة بعد مرة أنه كاذب وأنه مزور وأنه مفبرك وأنه يتعمد ويقصد إزاء مصر. المعركة مش معركة بينهم وبين النظام، لا، المعركة بينهم وبين المصريين جميعا. وده اللي خلاني مثلا أقول يا جماعة أن مروجي الشائعات في الداخل والخارج لابد من تعقبهم قضائيا. حق الناس، حق المصريين، لابد أنه يبقى فيه معاقبة أو تعقب قانوني لهؤلاء. الدعوة دي اللي أطلقتها امبارح في آخر النهار استجاب ليها الأستاذ أيمن محفوظ المحامي. النهاردة توجه الأستاذ أيمن محفوظ المحامي لمكتب النائب العام وتقدم ببلاغ
ضد مروجي أكذوبة بيع قناة السويس ومروجي الشائعات في الداخل وفي الخارج. أستاذ أيمن محفوظ، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك دكتور محمد الباز، تحياتي لحضرتك ودايما الوطنية. بشكرك، أنا بشكرك جدا، بشكرك على الاستجابة لهذه الدعوة. وخلينا نلقي ضوء قانوني على يعني تقنين هذه الدعوة، إن إحنا إزاي نتعقب قانونيا وقضائيا مروجي الشائعات في الداخل وفي الخارج. والله أنا قدمت البلاغ لسيادة النائب العام النهاردة ضد مروجي الشائعات سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. في الداخل طبعا الأمر سهل جدا، إن إحنا ممكن نتبع الأكونتات اللي غالبا بتكون فيك عشان خاطر ان هي تروج لفكره بيع قناه السويس، الفكره الاكذوبه العجيبه اللي اطلقها، بدات من الصهاينه ثم روج لها اهل الشر الخونه المتاسلمين، فده امر سهل بالنسبه للداخل. اما بالخارج طبعا احنا عارفين ان الانتربول والدولي ممكن ان هو يتعاقب هؤلاء حين صدور احكام قضائيه على هؤلاء يعني، ولنا تجارب سابقه كثيره جدا في هذا الامر، وتم القبض على كثير من الارهابيين والمطاريب اللي حضرتك ذكرت وقلت المعارضه اللي في الخارج. لا هم مش في العارضه اللي في الخارج، انا قلت يطلقون قلت يطلقون على انفسهم، لكن هم الحقيقه مطاريد واجراء. طبعا اكيد يا فندم يعني. وعايزين نؤكد ان هذه الاكذوبه بدات من احد الصهاينه ثم روج لها احد رجال الاعمال الهاربين اسمه محمود وهبه، روج لها بشكل هستيري، ثم بعد كده تلقفها ايمن نور وعصبته وروجوا ليها، ثم كان في بعض الناس للاسف في الداخل كانوا بيروجوا لهذه الشائعه التي هدفها هو فقد المواطن لثقته بحكومته ومحاوله هدم المجتمع المصري. صحيح صحيح. بشكرك جدا الاستاذ ايمن محفوظ، يعني اللي تقدم ببلاغ للنائب العام النهارده لتعقب مروجي الشائعات والاكاذيب قضائي. الفكره في ايه؟ الفكره انه هذا البلد مصر وشعبها واحنا مسالمين جدا، لكن انه عندما يفكر هؤلاء اهل الشر دول ان هم يزرعوا فتن او يعملوا قلق وقلاقل وتوتر في البلد بمثل هذه الشائعات اللي هي ايه، انا هسميها من هنا ورايح الشائعات العبيطه. كويس، الشائعات العبيطه، يعني لما كانوا بيعملوا شائعات احيانا كان بيبقى فيها شويه منطق، ماشي، فيها معلومه هنا يبنوا عليها، لكن الان لان احنا قدام فصيل اصبح على وشك، مش على وشك، افلس تماما، ولذلك يلجا الى ما اسميه الشائعات العبيطه اللي هي بلا منطق على الاطلاق، واللي هو مفروض بقى نصحى. دي دعوه للصحيان، الناس تصحى ولا تلتفت ابدا لهؤلاء، اللي هو انا ايه بدعو ان الناس تعمل بلوك لهؤلاء، بلوك تمام، يعني شوف حساباتهم على تويتر، حساباتهم على فيسبوك، قنواتهم، عيب انه المصريين يكونوا عاملين متابعه لمثل هؤلاء، لان انت بتتكلم عن ناس يبدو الشر من كل كلمه بيقولوها، الشر ببلدك او الرغبه في ايقاع بلدك وايذاء بلدك. فدي دعوه ان الناس يا جماعه نتعقل، يعني هم ربنا فضحهم كده، يعني فضحوا نفسهم من نفسهم. فأنا بتمنى، لأنه الحقيقة برضو نقطة تانية، ودي ظهرت لي من بوست كتبته يعني نهى كرب، وهقرأ لحضراتكم. يعني احنا عندنا الناس اللي بتصدق والناس اللي يعني بتنتقد كل حاجة في مصر رغم ان هم بيتطلعوا انها تحصل او بيبدوا اعجابهم لما يلاقوها في دول تانية. قالت ايه الست نهى كرمة بقى؟ والله بوست لطيف جدا، انا قلت اقراه مع حضراتكم لانه احنا السوشيال ميديا مش كلها شر يعني. لكن قالت، بتتكلم عن مواطن مصري يعني، بتقول بيدفع 10 جنيه لتوك توك سايقه حته عيل عشان يوصله لاخر الشارع وهو ساكت، وبيدفع 100 جنيه ولا اكتر كمان لاوبر ولا غيره من شركات نقل خاصه عشان توصله مشوار صغير ما يكملش ربع ساعه داخل نفس المحافظه وهو ساكت،
وبيدفع لسواق الميكروباص كل اللي هو عاوزه وهو ساكت وراضي رغم الخدمة السيئة والقعدة المتعبة. بيفضل يسب ويلعن في الدولة اللي سايبة الصعيد منسي ومهمل. يبقى احنا هنا ايه؟ في المواطن اللي بيركب توك توك ب10 جنيه وبيركب الاوبر ب100 جنيه وبيدفع لسواق الميكروباص اللي هو عايزه، لكن يجي مع الدولة ليه كل ده توك توك واوبر ودي حاجات قطاع خاص؟ يجي للدولة بقى، فبتقول يفضل يسب ويلعن في الدولة اللي سايبة الصعيد منسي ومهمل. ولما بيسافر المواطن ده لأوروبا أو الخليج وبيشوف القطارات الحديثة يفتح بقه شبرين من الانبهار ويتحسر على بلده والقطارات اللي مكسرة فيها. صح، ده كان بيحصل، انك تروح أوروبا وتتصور والقطر اللي مش عارف في أسبانيا والقطر اللي في فرنسا والقطر اللي في النمسا والقطر اللي مش عارف فين، وتقول يا سلام ايه ده، ايه العظمة دي. لكن النهاردة ست نهى بتقول، لكن النهاردة لما الدولة تهتم بالصعيد وتجيب له احدث قطار تلجو مجهز ومكيف وبالحمامات الخاصة بذوي الهمم وبالكافيتيريا وبالكراسي المريحة وبالشاشات خدمة ولا الطيارة، لدرجة ان بعض المدونين والاعلاميين الخليجة لما ركبوه من القاهرة لاسكندرية وصفوه بانه مش اقل من طيارة، وانهم ما شافوش زيه غير في اوروبا، ويمكن اللي في مصر احدث وافضل. يبقى هنا واقع ايه؟ انتوا عارفين القطار بتاع التلجو ده اللي هو اشتغل شويه من القاهره لاسكندريه وبعدين راح على ايه؟ الصعيد. ناس قال لك قطار التلجو ده يعني طيار، خدمه مميزه. فبتقول فبنبص نلاقي مندبه على سعر التذاكر. طيب ليه المندبه؟ هي بتقول اولا سعر تذاكر اسكندريه القاهره 200 جنيه درجه اولى و150 للدرجه الثانيه وبس للصعيد. قالوا ده سعر تذكره الطياره، ومسكوا في كلمه ان التذكره ب 600 جنيه. فقالت انه دي حضرتك الاسعار لخط الصعيد وبتختلف بحسب المسافه، وفي منها درجتين اولى وثانيه. الاولى من القاهره لاسيوط 350 جنيه والدرجه الثانيه 250. القاهرة لسوهاج الأولى 500 جنيه والتانية 300 جنيه. من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والتانية 350 جنيه. من القاهرة للأقصر الدرجة الأولى 600 جنيه والتانية 400 جنيه. كويس؟ طيب الرسالة هنا إيه؟ أنا لما كان عندي هنا يعني المسؤول عن النقل وقلت له التلجو يعني انت بتقول اسعار تذاكر 200 جنيه ده مش كتير، فقال لي ببساطه شديده جدا، قال احنا عندنا خدمه مميزه للناس اللي معاها فلوس، وبناخد الفلوس دي عشان نصين القطر ويبقى عندنا مكسب نصرف بيه على القطارات اللي بيستخدمها الناس اللي ما معهمش فلوس. كويس، ببساطه. تمام. فقال ايه بقى؟ قال لك لو شفتم، هي قالت بتوجه الكلام للمواطن اللي هو بيجي يقول ايه انه الاسعار بتاعه التلجو دي غاليه علينا ومش عارف ايه وبتاع، فبتقول له حضرتك غالي عليك ما تركبوش واركب القطار العادي، ده موجود وده موجود. التلجو في غيرك هيركبه والسكه الحديد هتستفيد من مبيعات التذاكر وتطور باقي خدماتها الاقل لباقي فئات الشعب. لكن عايز تذكره بربع الثمن ده لخدمه مميزه زي ده، فده مش منطقي. انا جبت الكلام ده ليه؟ تحديدا عشان اقول لحضراتكم انه هي دي الفكرة الاساسية، انه احنا محتاجين يبقى فيه منطق في حياتنا. مش معناه انك انت بتقلل من شأن حد، بس انا فعلا انا معايا فلوس القطر التلجو اركبه. طب ما معيش ما هركبوش، هركب حاجة تناسب امكانياتي. لكن انت عايز تحصل على الخدمة بتاعت القطر بتاعت التلجو ده بما يتناسب مع امكانياتك انت، لا ده مش منطقي، ومفيش بلد هتعيش كده، ومفيش بلد ممكن تمشي كده ولا تتطور كده. احنا بنتكلم هنا بالايه؟ بالمنطق، دون تعالي يا جماعه، ودون ان انت يقول لك لا ما هو انتوا يعني اللي معيش واللي ما معهوش يعيش. لا، مصر اللي معاه بيعيش، والله اللي ما معهوش بيعيش. ودي ميزه في البلد كده عبقريه، يعني البلد دي تحديدا اللي معاها بيعيش واللي ما معهاش واللي ما معهوش بيعرف يعيش. يعني انا فاكر مره يعني في مذيع في قناه يعني، فقال لي مصر واخبار مصر ايه، فبقول له لا مصر، وقعد بتكلم، قال لي يا اخي انتوا المصريين بتحبوا بلدكم قوي، بتحبوا مصر قوي.
قلت له لانه مصر بتدينا حياتنا ببلاش. انت ممكن يعني واحد كده ياخد خطيبته ولا البنت بتاعته ويتمشوا على الكورنيش وياكلوا ذره ولا بتاعه، تيجي تقول لي دلوقتي ما هم عملوا ممشى يا مصر، ما هو يدفع التذكره بكام؟ 20 جنيه في ممشى مصر. يعني اقصد الحكايه ببساطه شديده جدا انه مفروض يبقى عندنا منطق في ان احنا ما نصدقش ما يقال، خاصه انه معسكر الاعداء ده دخل لمرحله الشائعات العبيطه. وحاجه تانية ان انا بص يا جماعه، انت بتعمل حاجات خدمه عشان تحصل بيها على فلوس. ما هو القطر التلجو ده زي ما بقول لحضراتكم، التذاكر دي هو بياخد الخدمه ويمكن اكتر من الخدمه. ليه؟ انا بريحك وانت مسافر، فادفع يا فندم ثمن راحتك. عشان اخد الفلوس دي يبقى عندي اقدر اعمل صيانه، واقدر اصرف على القطارات التانيه او صيانه القطارات التانيه اللي هي العائد منها ما بيكفيش. فاحنا محتاجين بعض المنطق وبعض العقل في التعامل وفي التصرف مع حياتنا بشكل عام. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. احنا النهارده 4 فبراير اليوم العالمي للسرطان، وعاوزين نتكلم مع حضراتكم في جزء كده بعيد 5 فبراير اليوم العالمي للسرطان، بعيد عن تفاصيل كتير، لكن في زاويه مهمه جدا عايز اكلم حضراتكم فيه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. 4 فبراير من كل عام امبارح يعني هو اليوم العالمي للسرطان. والحقيقه السرطان هو يعني المصريين كده بحكمتهم احيانا يسموه المرض الخبيث واحيانا يسموه المرض البطال. واعتقد انه مفيش عائله الا والامها السرطان وخطف من بينها عزيز لديه. لكن لانه الطب بيتقدم والخدمه الصحيه في مصر وفي العالم بتتقدم، بنقف حوالين نقطه مهمه جدا وسؤال مهم جدا. بس خلوني الاول ارحب بالاستاذ الدكتور هشام الغزالي، استاذ علاج الاورام بجامعه عين شمس. دكتور هشام اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، احنا سعداء جدا ان احنا معاكم. ربنا يخليك يا دكتور. طيب. ربنا يخليك. يعني انا عايز اسال حضرتك الاول انه هل السرطان بيبقى من اسبابه الحاله النفسيه، او انه زي ما بيقولوا كده القهره، يعني حد يزعل جامد او حالته النفسيه ممكن تؤدي الى اصابته بالسرطان؟ هو سؤال مهم جدا والحقيقه كثيرا جدا ما بنتساله، وبرضك ده بيخلينا نخش يعني ايه هو يعني ونعرف اكتر يعني ايه سرطان اصلا. اتفضل. يعني خليه عاديه جدا من خلايا الجسم، سواء موجوده في الثدييه او في الرئه او في اللسان او في الحنجره او اي حته من الجسم، خليه ماشيه بتنقسم انقسام عادي طبيعي مسيطر عليه زي ما ربنا خلقه، علشان لما يكون في عندنا جرح يلتئم الخليه دي بتتجنن، بتبدا تنقسم انقسام عشوائي كتير جدا لغايه ما تعمل كتلة من الخلايا الغير طبيعية كأنها عشوائيات موجودة. وبعد كده تبدأ تنتشر. إيه اللي يخليها تتجنن وتنحرف عن مسارها الطبيعي؟ دايما بنقول لا إما أسباب داخلية داخل الجسم، لا إما أسباب خارجية من عمايلنا. الأسباب الداخلية اللي هي إيه؟ الجينات، يعني بعض التغير الجيني أو الطفرات الجينية زي البراكا 1 and 2 أو PRCA 1 and 2 اللي مشهورين جدا في أورام الثدي وأورام المبيض، ودلوقتي كمان في البروستيت والبنكرياس، هم اللي بيخلوا الخليه، هذه الجينات بتبقى امور متعلقه بالتاريخ الجيني بالجين. ده داخليا. وخارجيا بقى العوامل اللي احنا نقدر نسيطر عليها واللي حذرت منها منظمه الصحه العالميه، واللي قالت ان احنا لو استطعنا ان احنا نعمل سيطره على هذه العوامل نقدر نقلل حالات اللي هي ايه يا فندم؟ اللي هي 40%. اللي هي ايه؟ واحد، التدخين السبب الرئيسي للأورام في العالم. اثنين، السمنة السبب الرئيسي الثاني للأورام في العالم. ثلاثة، الفيروسات. في بعض الفيروسات بتؤدي إلى حدوث السرطان. زي إيه؟ زي الفيروسات الكبدية، فيروس سي، بتؤدي لحدوث التليف ثم إلى سرطان الكبد. فيروس الحليمي
بيؤدي الى حدوث سرطان عنق الرحم. وبالتالي بعض هذه الفيروسات او البشتاين باير فيروس في بعض الاحيان تؤدي الى حدوث اورام الراس والرقبه. وبالتالي بقى عندنا دلوقتي العلاج من علاجه الفيروسات زي فيروس سي والحمل العظيم اللي اتعملت ده بيقلل نسبه الاصابه بالزبط. بالسرطان اللي جاي من الفيروسات بالظبط. وبالتالي بردك التطعيمات للفيروس الحليمي لعنق الرحم يؤدي الى تقليل حدوث سرطان عنق الرحم. ايه كمان؟ استخدام الهرمونات بدون رقيب او بدون ضابط طبي او استخدام اللحوم او اكل اللحوم المصنعه بكثره يؤدي الى حدوث سرطان القولون. عدم اللحوم الرياضه اللحوم المصنعه دي اللي هي زي اللانشون والحاجات دي اللي هي اللانشون بقى والكل والسجق وخلافه الحاجات اللي بتبقى مصنعه مش طبيعيه بتزود ده احنا يا دكتور والله ده احنا المصريين بقى لنا عقود على الله حكايتنا في الحكايه دي يعني ما بالظبط عشان في اسراف يعني ما هو عشان كده مهم جدا جدا تغيير نمطي شويه للحياه يعني زي ما كنت لسه بقول لحضرتك اخر حاجه الرياضه يعني السمنه والرياضه دول دايما احنا كمصريين محتاجين يبقى ده من روتين حياتنا اليومي ان احنا قدر المستطاع نلعب رياضه نص ساعه لساعه في اليوم ثلاث مرات في الاسبوع بلاش كل يوم ده هيفرق جدا جدا مش في الشكل العام فقط ولكن كمان في تقليل احتماليات حدوث السرطان سواء للرجال او للسيده. ونقلل من اللحوم المصنعه ويا ريت طبعا نمنع التدخين ولازم يكون يعني في هناك حملات شديده لهذا الموضوع. يمكن كنت لسه في مؤتمر في الخارج وكانوا بيتكلموا ان ازاي بقى اللي بيدخنوا في المستشفيات او في الاماكن العامه هم بقت الفئه القليله الناس بتبقى بتبص لهم ان ازاي بتعملوا كده مش زي عندنا عندنا صحيح ده انت عارف ثقافه المصريين بدات تقول لك ايه الشعار الشهير اللي هو يقول لك يعني ايه اذا كان من حقك ان تدخن فمن حقي ان استنشق هواء نقيا المدخنين قلبوها فقال لك اذا كان من حقك ان استنشق هواء نقيا فمن حقي ان ادخن يعني قلبوها فهي محتاجه الحقيقه يعني وعي نشر وعي كثيف وحملات كثيره جدا للتوعيه لان احنا بنستهلك كميه يعني في بعض الاحصائيات حوالي 80 مليار سيجاره سنويا في مصر بنستخدمها فده الحقيقه يعني اهدار لصحه اهدار لصحه المصريين والتدخين زي ما دايما بنقول بيسبب سرطان الشفاه واللسان والحنجره والرئه والمثانه يعني كل اللي ماشي عليه التدخين لو جينا للجزئيه اللي كنت بقول لحضرتك عليها انه احيانا انه الناس بتتعرض لضغوط هل ممكن انسان متعرض لضغوط نفسيه صعبه جدا وبيكتم في نفسه وبيتقهر يعني زي ما بيقولوا يعني طبعاً هل ده سبب من الاسباب الخارجيه للاصابه بالسرطان طبعا ما انا قلنا السبب ايه ان في سبب اخر ادى الى تغيير البيئه المحيطه بالخليه احنا بقى عندنا حاجه اسمها المايكرو انفايرمنت يعني ايه يعني الخليه بتسبح في بيئه محيطه بها البيئه المحيطه بها دي بتبقى عباره عن 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 كثير من الخلايا السابحه والبعض المواد التختل باختلال التاثر النفسي وبالتالي صح الحاله النفسيه مش هي دايركت كوز مش سبب مباشر ولكن سبب يؤثر على اختلال هذه البيئه اللي حوالين الخليه وبالتالي ربما تؤدي ان الخليه تبقى اكثر عرضه لانها يحدث هذا الخلل او هذا او دايما حتى ساعات كثيره بنلاقي بعد صدمه نفسيه عنيفه بعض الرجال او السيدات يصابوا بالسرطان بهذا المرض. طيب لو خدنا نقطه اخيره انه في مصر يا فندم يعني الاول انه السرطان نسبه كام من الوفيات في العالم بسبب السرطان ونسبه كام في مصر؟ يعني احنا هقول لك على معلومه مهمه جدا 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 ودي يمكن كانت الحافز الرئيسي لاطلاق المبادره الرئاسيه العظيمه لصحه المرض. ان عدد او نسب حدوث سرطان الثدي في مصر اقل من نسب حدوث سرطان الثدي في الدول الغربيه اقل ولكن نسب الوفيات من أكتر. سرطان الثدي في مصر اكتر من نسب الوفيات في البلاد الغربيه الحقيقه ده اللي خلى واجب علينا وده ايه السبب
سبب حاجتين مهمين جدا. واحد ان احنا بنكتشف الاورام في وقت، او كنا بنكتشف الاورام في وقت متاخر، وبالتالي احتماليات النجاح والشفاء منها اقل. الحاجه الثانيه ان احنا ما بنديش انسب علاج، مش لازم يكون اغلى ولكن لازم يكون انسب علاج. وبالتالي مهم جدا جدا، ودي كانت يعني الهدف او الحافز او الركائز الرئيسيه اللي اعتمد عليها المبادره الرئيسيه لصحه المراه، ان احنا حاجتين، ان احنا نكتشف الاورام في اورام الثدي في اولا نزود الوعي، ونكتشف الاورام في مراحل مبكره بحيث ان احنا يبقى احتماليات الشفاء تزيد من 95% ل 99%. الحاجه الاخيره ان احنا ندي انسب علاج ممكن. طب هل نجحتم في هذا؟ الحمد لله تم توعيه حوالي 32 مليون سيده، حاجه يعني رقم ضخم جدا. صحيح. جدا جدا. تقليل احتماليات اللي احنا بنشوف المراحل اللي بنشوف فيها سرطان الثدي من المرحلة الثالثة والرابعة كانت بتمثل حوالي 60%، دلوقتي المرحلة الثالثة والرابعة بتمثل فقط حوالي 29%، وبالتالي نزلت احتماليات المراحل المتأخرة حوالي 50%. طبعا إنجاز عظيم جدا في خلال سنتين ونص أو ثلاث سنين. ده يعني شوف بقى بعد احتماليات الشفاء في المراحل المتأخرة مش كبير، احتماليات الشفاء في المراحل المبكرة كبير جدا. الحاجة المهمة هو استخدام الأنسب في العلاج، عمل بقى خطة علاجية كاملة، كشف عن طريق الكونسلت الطبي، بيبقى شايف الدكتور الجراحة ودكتور البطالي ودكتور الأشعة ودكتور علاج الأورام كلهم جنبا إلى جنب الرسم الخطة العلاجية. إعطاء الأنسب لأن مش كل الأورام الثدي حاجة واحدة. صحيح. عندنا أورام الثدي حاجة اسمها ثلاثي سلبية، وحاجة اسمها إيجابية للهرمون، وحاجة اسمها إيجابية للهرتو. لكل واحدة منهم علاج مختلف يناسبها. وبالتالي بقى المناسب في بعض السيدات ان احنا ندي لهم العلاج الاول قبل الجراحه، وبالتالي يتقلص حجم الورم حتى اختفائه تماما في 80% من الحالات لو ادينا العلاج الموجه في الناس الايجابيين للهيرتو، او استخدمنا العلاج المناعي في بعض اورام الثدي ثلاثيه السلبيه، احتماليه الاختفاء التام للورم قبل الجراحه 60%. وبالتالي الامور اختلفت تماما يا فندم، بحيث ان احنا نستطيع ان احنا نفصل العلاج في خطة علاجية محكمة لكل واحدة. صحيح. سعاد غير صفاء غير سناء غير وهكذا. صحيح. شكرك جدا أستاذ دكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس. يمكن أنه في أسباب داخلية جينية ممكن ملناش يد فيها، لكن الأسباب الخارجية وبتفاوت. التدخين، دكتور هو بيقول التدخين، فكنت يعني تدخين والسمنة أنا هممني مسألة الضغوط اللي الناس بتتعرض ليها، لانه احيانا انت بتتعرض لضغط شديد، لو ما تعاملتش مع ضغوط الحياه ببساطه ممكن تصاب بسرطان بسبب الضغط النفسي اللي انت بتتعرض ليه. ناس كمان يبقوا رحماء ببعض، يعني كل واحد فينا يهون على نفسه، واحنا كمان نبقى رحماء ببعض قدر الامكان او قدر ما نستطيع. طيب انا توقفت قدام حاجه مهمه جدا، هو بيان من وزارة الصحة، وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار كعادته يقوم بزيارات مفاجأة لمستشفيات. كان الدكتور خالد عبد الغفار في مركز طبي التجمع الخامس، كويس، راح زيارة مفاجأة لمركز طبي في التجمع الخامس، ولقى حاجات كتيرة جدا غريبة. يعني مثلا طبقا للبيان، أنا أقرأ لحضراتكم من البيان، أنه تبين وجود حالة من عدم الانتظام، بتكلم على مركز طبي في التجمع الخامس، حالة من عدم الانتظام وفقا لجداول الحضور، إلى جانب عدم وجود نظام حضور وانصراف مما يؤدي إلى انتظام سير العمل بالمستشفى ويؤثر بالسلب على تقديم الخدمة الصحية. أدى واحد. وبعدين قال لاحظ وجود عدد من الصيادلة في الصيدلية الخاصة بالمستشفى يفوق العدد الفعلي المطلوب لتسيير العمل، أدى إلى تكدس الصيادلة، وتبان وجود عدد من أطباء الأسنان بعيادة الأسنان يفوق العدد الفعلي. وبعدين الوزير انتقد مستوى النظافة في المستشفى وعدم قيام شركة النظافة المتعاقد معها بالدور المنوط به، ولاحظ عدم انتظام وتغيب أفراد شركة الأمن المتعاقد معها، لاحظ سوء الفرش بالغرف الداخلية للمستشفى ووجود الأدوية في مخازن الصيدلية ملقاة على الأرض وعدم تخزينها بشكل آمن وسليم. مخالفات. الوزير دكتور خالد عبد الغفار خد الإجراءات اللازمة
يعني طالب بالتحقيق الفوري في المخالفات وافادته بالنتيجه خلال 48 ساعه. لكن الملاحظ انه زيارات الوزير المفاجئه طول الوقت بتكشف عن او في المعظم، مش طول الوقت، في المعظم عن وجود مخالفات. نبقى صرحه مع بعض، نبقى صرحه مع بعض. انا كمان ومعالي وزير الصحه الحقيقه، وانا يعني اسجل طول الوقت اشادتي واعجابي بما يقوم به من ايام ما كان في وزاره التعليم العالي، انه محتاجين حمله كامله، مسح شامل للمستشفيات الحكوميه في مصر تبع لوزاره الصحه، نشوف الامور. يعني معالي الوزير، هذه الزيارات كشفت لحضرتك عينه كده، حضرتك استاذنا في البحث العلمي، انت بتروح لعينه عشوائيه، عينة عشوائية. العينة العشوائية بتقول ان في حالة عامة من عدم انتظام الخدمة الصحية، وان في مشاكل بتواجه الناس، والدولة حريصة على توفير الخدمة الصحية للناس. يبقى لازم نبقى يعني واصلين لمرحلة مهمة جدا، انه نعمل مسح شامل بقى للمستشفيات، وربنا يعينك مع الوزير على هذه المسؤولية الكبيرة. عايزين فاصل عشان عطل ولا فاصل عادي؟ طيب خلينا نطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم. وعايز انوه بس ان احنا عندنا حوار خاص ومهم جدا في حلقتنا النهاردة مع قيمة علمية وقامة بحثية كبيرة، كاتب ومفكر كبير، هو الدكتور رفعت سيد احمد، وموسوعة من اهم ما كتب في تاريخ الجماعات، ما بقولش الاسلامية، الجماعات الارهابية. يعني عمل ضخم جدا هنتناقش فيه في فقرتنا الحوارية، بس خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل لحضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد. بكرة هو اليوم الأخير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. الحقيقة بكل المقاييس دورة ناجحة جدا على كل المستويات، يعني على مستوى حتى الهدف الأساسي عند الناشرين والقراء في مبيعات الكتب، رغم أنه كان هناك من يعني مش متفائل ومتشائم جدا، وأنه زيادة أسعار الكتب هتؤدي إلى عدم الإقبال، لكن في إقبال كبير جدا على شراء الكتب. وعايز أقول لحضراتكم على حاجة، اللي ما راحش معرض القاهرة خايف من ان الاسعار مرتفعه، بكره فرصه، لانه دور النشر على اساس انه بكره اخر يوم، فدور النشر عامله تخفيضات ممكن توصل ل 70%، يعني 70% تخفيضات في عدد كبير جدا من دور النشر. فبكره فرصه للناس اللي ما راحتش ولسه عايزه تشتري كتب، ويعني ايه انه اسعار الكتب غاليه شويه، فممكن يروحوا فيه بالفعل تخفيضات يمكن تتجاوز ال 70%. عايز اتوقف عند مشهد ما تلاقيهوش الا في مصر، اللي هو التعبير، يعني المصريين بيعبروا عن مثلا سعادتهم بحاجه او فرحتهم بحاجه. زميلتنا هاجر رضا من الدستور، يعني من الفريق اللي كان بيغطي الحقيقه المعرض في ايامه اللي فاتت، يعني لقطت فيديو كده لطيف جدا، سمعوه يا شباب. ماشي، قولي لي بس مستمتعين بالجو ده في المعرض؟ طبعا طبعا، المعرض بجد حلو جدا وفي كذا فقره مميزه. يعني ليه توقفت عند المشهد ده تحديدا؟ لانه المصريين عندهم طريقه كده في التعبير عن فرحهم، بزغرته ورقصه بتاع، جزء من ثقافتنا انه التعبير عن الفرحه بانه الناس تزغرط. فاكرين لما كان يقول لك ايه، لما المصريين نزلوا عند اللجان بتاع الانتخابات وكانوا بيزغرطوا ليه وبيرقصوا ليه؟ الناس في مصر لما بتبقى مبسوطه بتزغرط، فالبنات دول هم رايحين المعرض مبسوطين بالجو
وسعادتهم دي عبروا عنها بالطريقة المصرية المجردة اللي هو الست مبسوطة فبتزغرت وبيرقصوا. أنا بالنسبة لي مشهد زي ده يتوج مصريا شعبيا ضميريا يعني يتوج حالة النجاح الكبيرة اللي حصلت لي معرض القاهرة الدولي للكتاب. احنا اتفقنا مع الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس المعرض يكون معانا في مداخلة. ليه بقول المقدمة واتفقنا؟ لانه يعني احيانا الشبكة بتبقى في المعرض مش قوية، فالسؤال للفريق. دكتور احمد معانا يا شباب ولا لسه؟ طيب اللي انا عايز اقوله الحقيقة انه ناس كتيرة جدا كانت بتسبق بتعمل ضربة استباقية انه المعرض مش هينجح. السنة دي بشهادة الجميع يعني الاجانب والعرب والمصريين قدر المسؤولين عن المعرض، وهنا المسؤولين عن المعرض مش بس وزارة الثقافة ومش بس الهيئة المصرية العامة للكتاب، لكن كل مؤسسات الدولة والإعلام. الحقيقة كان في حالة وعي لدى الإعلام في مصر بكل أشكاله وبالمواقع وبالسوشيال ميديا وبالقنوات، اهتمام بحدث بيؤكد أنه كل حاجة هنا، كل حاجة في مصر، وتبقى مصر قادرة على الإنتاج، على الكتابة وعلى النشر وعلى القراءة، وعلى انه فعاليات مهمة جدا وندوات مهمة جدا ومناقشات مهمة جدا. فأنا يعني بتقدم بالتهنئة لكل من شارك في إنجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإن شاء الله الدورة اللي جاية اللي هي الدورة 55 تبقى أكثر نجاحا وتألقا. ويبدو إن احنا مش هيبقى معانا الدكتور أحمد بهي، فخلونا نطلع لفاصل ونرجع بحوار خاص جدا لاخر النهار ومتميز جدا، لانه ضيفي هو دكتور رفعت سيد احمد. تعلمنا من كتاباته عن هذه الجماعات الكثير، والنهارده هو عامل موسوعه من 6 اجزاء اللي هي تنظيمات العنف الديني في مصر من 1928 ل 2018، 90 سنه 1928 منطلق من العام الذي تاسست فيه جماعه الاخوان الارهابيه. ما الذي في هذه الموسوعة؟ ودكتور رفعت عايز يقول لنا ايه والخلاصات اللي هنخرج منها بيها من هذه الموسوعة؟ خلينا نناقش ده بعد الفاصل في هذا الحوار الخاص جدا والمميز جدا لآخر النهار مع الكاتب والمفكر الكبير الدكتور رفعت سيد احمد. أهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا الحوار الخاص جدا وهو كذلك والمميز جدا وهو كذلك، لأن ضيفي فيه كما أقول عنه دائما أحد شيوخنا في الكتابة عن الجماعات الإسلامية. دكتور رفعت سيد أحمد الحقيقة مبكرا كان منتبها لأهمية توثيق هذه الجماعات من خلال الأوراق الرسمية ومن خلال التحقيقات التي أجريت مع أفراد هذه الجماعات اللي حكموا في قضايا عنف. وكتبه الحقيقة مرجعية بالنسبة لنا، وزي ما بقول لحضراتكم هو أحد شيوخنا في الكتابة في هذه المساحة، فأنا لا أبالغ أبدا. فوجئت بعمل مهم جدا، عمل موسوعي، موسوعة من 6 أجزاء عنوانها تنظيمات العنف الديني في مصر 1928-2018 على مدى 90 سنة من بداية جماعة الإخوان المسلمين. بيوثق الدكتور رفعت ما يجب أن نتوقف أمامه طويلا، نعيد قراءته مرة أخرى، نتأمله، نبحث حوله حتى لا يعود هؤلاء من أبواب المدينة مرة أخرى. خلونا نرحب بضيفنا العزيز الكاتب الكبير والباحث والمفكر الكبير دكتور رفعت سيد احمد. اهلا بحضرتك يا دكتور. شكرا دكتور محمد، وشكرا على هذه جدا والله. الله يخليك، ربنا يخليك. يعني اشاده لا طبعا ده بسلام. اقل ما احنا اتعلمنا على ايدين حضرتك. العفو دكتور. في هذا الملف العفو. الاول نبدا من هذا العمل الموسوعي تنظيمات العنف الديني في مصر 28-2018. تمام. يعني الفكره والمنهجيه الاساسيه في هذه الموسوعة يا فندم. تمام.
شوف انت في حلقتك هذه قبل الاستوديو قبل الهوى قلت الجماعات الإرهابية كان عز عليك أن تقول الجماعات الإسلامية وهي بالفعل كذلك، لكني كنت دائما أسميها لا تقل جماعات إسلامية، قل جماعات وظيفية، جماعات وظيفية وظيفية أي تؤدي دورا وغرضا ووظيفة لقوة وطيارات وأجهزة ودول لا تبغي خيرا في هذه لهذه البلاد وتستخدم الأكثر انتشارا بين الطبقات الشعبية، الأكثر تأثيرا بعامل ورافعة الدين للتوسل لتحقيق أهدافها الوظيفية في هذا المكان. فكانت جماعات وظيفية أكثر من كونها جماعات إسلامية. صحيح. يعني ده تعبير، ده المفترض، ده الافتراض، ده أكثر دقة، أنه هذه الجماعات جماعات وظيفية تقوم بتوظيف الدين لتحقيق أهدافها السياسية. بالضبط. تمام. كنا زمان كان الدكتور عبد الوهاب المسيري كان يسمي إسرائيل جماعة وظيفية. فاقتباسا من هذا المصطلح ده تقريبه، نحن أمام جماعات تؤدي وظيفة وتستخدم الدين في سبيل تحقيق هذه الوظيفة، وليس حبا وتبتلا في هذا في محراب هذا الدين، ليس نصرة للدين. نعم. لكي أدلل على ذلك ذهبت إلى التاريخ عدة مرات، زرت التاريخ عدة مرات وزرت وثائقهم أكثر من مرة، لكن هذه المرة وجدت أن الاقتراب لابد أن يكون مختلفا أو على الأقل يضيف جديدا فيما تراكم لدينا من دراسات لزملاء ولأساتذة ولتلاميذ ولإخوة رفاق في البحث العلمي، اقتراب مختلف. يعني هذه الموسوعة دكتور العمود الفقري ليها التحقيقات السرية الكاملة. ده اللي كنت هقوله دلوقتي مع الإخوان والجماعات المسلحة، هو ده اللي كنت هقوله. يعني المقصود بالتحقيقات السرية اللي هي تحقيقات ما قبل الإصدار الأحكام القضائية، محاضر التحقيقات، المقابلات التحقيقية مع وكلاء النيابة، مع الأجهزة، مع هؤلاء المتهمين، ما قبل إصدار الأحكام ثم الأحكام بعد ذلك. تجد في هذه التحقيقات معلومات غزيرة للغاية، مهمة للغاية، إبرازها وإظهارها والتحقق منها ووضعها في سياقها التاريخي المفيد يؤكد لدينا ما نؤمن به من قناعات أو ما نحاول أن نثبته من حقائق. وجدت أن الاقتراب من التحقيقات السرية التي أجريت مع هذه التنظيمات هنا من 48 كباحث، كباحث أنه أوراق التحقيق في هذه القضايا تصلح كمصدر من مصادر التأريخ لهذه الجماعة، تصلح كمصدر لمصادر. دي إشكالية طبعا، إشكالية بحثية كبيرة. هو في طبعا يقول لك حكم القضايا هو عنوان الحقيقة، كل الكلام طبعا ده أكيد، ولذلك أتبعناها بالأحكام القضائية. لكن التحقيقات يبدو فيها أسرار مهمة لا تأتي في نطق الحكم أو في منطوق الأحكام، لكن تأتي في التحقيقات، تأتي في التحقيقات. فكان أحد المداخل الأساسية لهذه الموسوعة البحث في تلك التحقيقات مع الإطار الاجتماعي والسياسي والسياق العام التي أتت فيه التحقيقات، يعني مع كل جزء من أجزاء هذه يعني الموسوعة. يعني الفترة اللي هي كانت قبل الثورة على عهد الملكي. طب بالضبط. وبعدين عهد عبد الناصر، سادات، مبارك، ثم عهد السيسي الآن. هو عهد الرئيس السيسي الآن. بالضبط. ففترة ما قبل الثورة في مجلد، ثم صدامات الثورة مع التيار الأكثر حضورا في الساحة الإسلامية والأكثر فعلا حتى الآن إرهابيا. وهقول أهم سياقا أيضا طبعا ومازال بخلاياه النائمة واليقظة والمتقاطعة وظيفيا أيضا معه. هذا التيار في يعني من 28 نشأة جماعة الإخوان، ثم تنظيمهم الخاص في 42، وقبل 42 استخدام، وهذا أهمية بقى التحقيقات، استخدام الجوالة، الرحلات، هذه المجالات الاجتماعية التي تبدو أمام المؤرخ
او الباحث الجاف مجالات بحث اجتماعي صحيح. لكن عندما تكتشف تدريجيا بداخلها انها كانت تربية للفعل العسكري بعد ذلك او للفعل السري المسلح بعد ذلك، عندئذ لابد ان تتيقظ وتنتبه. هذا ما جرى ما قبل الثورة ثم صدامات الثورة الشهيرة، الصدامين الاشهر 54 يعني و65 بجولاتهم واسرارهم ومعلوماتهم الكثيرة، والتي وظفت في ادب الاخوان لاحقا باعتبارها محن وباعتبارها يعني كان جهادا في سبيل الله، وعشرات الشهداء وعشرات الاكاذيب التي صيغت الكتب والمذكرات اللي خرجت عن يعني ده. مثلا على سبيل المثال يعني قبل ان ننتقل الى تساؤلاتك الاخرى عندما نقرا ما صدر في ربيعهم السبعيني من كتب بتسمي الفترة دي ربيع الإخوان جزء منه ربيع جزء الإخوان. من ربيع الإخوان طبعا لا، وكان جزء من يناير ما بعد ثورة يناير كان جزء بس ده الربيع الأول اللي هو بعد ما الربيع الأول من السجون كان يريد أن توظفهم بالضبط كان يريد أن توظفهم فهذا الفترة الربيعية صدرت عشرات المؤلفات والكتب عن الشهداء والمذابح والتعذيب إلى آخر. اكتشفت إن مثلا صدام مثلا يعني اكتشفت من اوراق التحقيقات طبعا من التحقيقات انه ما قالوه في كتبهم مجرد افك كبير جدا وايضا ادخال الكذب على التاريخ. عندما تكتشف مثلا ان انت على سبيل المثال مثلا ان انت على سبيل المثال سنه 54 ان ما اعدم من الاخوان بكل هذه العشرات المؤلفات لم يتجاوز سبعة في صدام 54 وصدام 65 الذين أعدموا من الإخوان 3 فقط. فيصبح عندك في كل هذه المحن التي قدموها علينا صدروها لنا لا يتجاوز العدد 10. كم الإصدارات والتزييف الذي صدر في ربيعهم الأول ثم ربيعهم الثاني حتى والخارجي والداخلي يخيل لك انك كنت امام في الاف قدموا الاف بالضبط وتوظيف الحدث في سياقات هنا منطوق الحكم بيقول ده ان هم 7 في 54 7 وكانوا مدانين بمحاوله اغتيال الرئيس وثلاثه في 65 ومدانين بمحاوله اغتيال رئيس الدوله وعدد من المسؤولين تكوين تنظيم في الاول التكوين التنظيم وكان كمان في غزل بين الإخوان والثورة في البداية صحيح رغبة في لتقاطع العلاقات والمصالح مرحليا بين بعض الضباط وبين الجماعات الإخوان ولكن كما هي عادة جينات الإخوان وفيروس الإخوان التاريخي لا يريد أن يشارك لا يريد أن ينفرد أن يلتقي معك في منطقة وسط لبناء الوطن هو يريد أن يحكم يريد أن يسيطر ويسيطر باسم الله سبحانه وتعالى ولكنه يريد الحكم يريد الهيمنة بالمعنى الفردي والديكتاتوري. هذا الذي استيقظ له الإخوان في يناير 1954 فأصدر قرار الحل لجماعة الإخوان جمعية استيقظ عبد الناصر في سنة في 14 يناير 54 ليه؟ وكأنك تقرأ أحداث ثورة 2013 30 يوليو 2013 نفس لك وكأنهم لا يتعلمون من التاريخ نفس السلوكيات بطبعة 54 محاولات اختراق للجيش والشرطة وتكوين تنظيمات جيش موازي وأشكال موازية الاتصال بالأجنبي وهو السفارة البريطانية أنذاك في 54 وهو ما جرى بعد ذلك أيضا في 11-13 أمريكان الاتحاد الأوروبي بالضبط فرض الوصاية على رجال الثورة وتشكيل والطلب بتشكيلهم التشكيل صحيح الحكومة. كأنك أمام نفس المشهد ليه؟ لأن الجوهر والمكون الرئيسي في فكر وعقيدة هذه التنظيمات هو الإقصاء وعدم الرغبة وعدم القناعة بالمشاركة مع الآخر في بناء وطن.
هم يريدون وطن داخل الجماعة ولا يريدون جماعة في وطن. يريدون خطف هذا الوطن صحيح في داخل صحيح الجماعة وخطف هذا الدين بشكل عام. تمام. طيب حضرتك انتقل من الفترة الملكية 28 ل 52 ثم الرئيس عبد الناصر ثم رئيس السادات فمبارك. تمام. يمكن انا عايز اتوقف اكتر عند الفترة الحالية. حلو. لانه في احيانا الجماعة حتى حاولت تروج انه لا ده هو الشعب اللي غضبان والشباب دول هم ملناش علاقة بيهم. يعني ماذا وجدت في وثائق التحقيقات في هذه الفترة لحد 2018؟ طيب وجدت عقيدة الإخوان الثابتة وهي توظيف الإشاعة توظيف الفهم القاصر للدين بهدف الوصول إلى مطالب محددة يبنيها الجهاز أو التنظيم أو الجهاز الخاص إذا جاز العقل الضيق للجماعة لفرضها على وطن بكامله. هم يريدون حكما مطلقا، يريدون في سياق في الوصول إلى هذا الحكم استخدام كل الوسائل الممكنة والأحداث الممكنة. حدث بعد 2011 إن كان في رغبة في الإصلاح، أشواق للإصلاح لدى الشعب المصري في ثورة يناير. جاء الإخوان فركبوا على هذه الرغبة الشعبية فسجنوها. سجنوها ثم قتلت هذه الرغبة وتحولت إلى مؤامرة إخوانية تنطلق من ميادين مصر مستخدمة الغطاء الشعبي إلى أن وصلوا إلى الحكم. صحيح. في فترة 11-13 قدموا لنا نموذجا للحكم الفاشل بالمعنى السياسي بالمعنى الديمقراطي. قدموا نموذج إقصائي ده بالمعنى الخدمي يدرس بالمعنى الخدمي كمان. يعني أنا متذكر مثلا أن آخر لحظات محمد مرسي في مايو أو يعني تقريبا مايو يونيو أو قبل يونيو 2013 وهو يعد الشعب بتحقيق مطالبه فتمخض الجبل وولد فأرا ولد ايه لم يلد ولد ان هعين منكم انتم ايها الشعب ايها القوى المعارضه ايها الشباب الذي قام بهذه الثوره نواب للمحافظين. اما قبضه الحكم الحقيقي هي مع الاخوان فهي معنا حتى المحافظ أن يصل الأمر إلى هذا المدى من يعني مش هنقول السطحية لا إلى هذه السذاجة التآمرية إلى هذه هو كان قمة مثلا عدم اللياقة السياسية يا فندم. أيوة. إنه لما جابوا محافظ للأقصر مثلا من الجماعة الإسلامية التي ارتكبت مذبحة الأقصر في 97 أحسنت يعني أحسنت. هو هنا مفيش لياقة سياسية. طيب في الجزء الأخير ده في قضايا محددة حضرتك عرضت ليها اللي هي قضية اقتحام السجون. أيوه. وقضية مقتل النائب العام وقضية غرفة ربعة غرفة أيوه. عمليات ربعة. أيوه. من خلال القضايا من الأربعينات. نعم. تحقيقات مع الإخوان. نعم. في الأربعينات هل لقيت تغير يا فندم؟ شوف أنا في بعض أعمالي يعني بنتكلم من أيام الخزندار والخزندار والنقراشي وإلى الإجابة كما قلت لحضرتك في بداية الحديث دكتور محمد الإجابة لا مفيش تغيير ومفيش تحسين مفيش تحسين هو في يعني عزف على ذات النغم ببؤس شديد عطاء بائس للأسف لا يتعلم من التاريخ ولا يتعلم من الواقع الذي يصنع هذا التاريخ فتجد يمكن حضرتك أشرت لكتابي النبي المسلح ضمنا في وثائق النبي المسلح بعض جزء في وثائق خاصة بالإخوان في نهاية الجزء الثاني من ده الكتاب نعم ده الجزء اللي أنا بدور عليه لا هيجي لك إن شاء الله دكتور لكن الجزء الأول أيوه حضرتك نعم. وحضرتك من البداية لأنه الجزء النبي المسلح طلع 89-90 ايوه وحضرتك مشغول طول الوقت بفكره التوثيق فهذا نعم. الكتاب صحيح. كان في لاول مره رساله نعم. الايمان كامله اللي عملها صالح سريه اللي هو تمام. قائد عمليه الفنيه العسكريه صحيح رساله الايمان
وفي ايضا الفريضه الغائبه بتاعت محمد عبد السلام فرج اللي هو المتهم الاول في قتل السادات، ودستور العمل الاسلامي لعبود الزمر. تمام. في حوالي خمس وثائق، والخلافه لشكري احمد مصطفى، والخلافه لشكري مصطفى. بالضبط. يعني بالضبط. هنا رؤوس هذه الـ الـ هذه الوثائق دكتور محمد، يعني والتي لها وشائج مع الاخوان مع التحقيقات التي اوردناها هنا، بند التحقيقات والاحكام اثبتت لي ان هؤلاء يمثلون الاتي. يمثلون مظله سياسيه وثقافيه وعقديه عقائديه لتلك الجماعات. يعني مثلا عندما تعلم ويعلم المشاهد ان صالح سري صاحب اول تنظيم داعشي في مصر، وبعد منه جاء شكري احمد مصطفى، تنظيم داعشي في المنطقه وفي مصر. يعني لما تقرا رساله الايمان مثلا، تحيه العالم الجمهوري كفر، تحيه السلام لغير تاسيس فلسفه التكفير في العصر، في العصر الحديث، عصر القرن الحديث، صالح سريه يبدا صالح سريه، وهو طبعا شكر طبعا قبل ذلك سيد قطب، لكن سيد قطب كان بيتكلم عن جاهليه المجتمع ككل، لكن منطوق التكفير. هذا صالح سريه الذي عينه في جامعة الدول العربية بعد أن أتى من بغداد ومن من حيفا في فلسطين ثم إلى بغداد ثم جاء إلى القاهرة، هم الإخوان المسلمين. لا أنا عايز يعني لعبوا دورا. أكد مع حضرتك حاجة فضل. كمان، لأنه الإخوان بعد ما صالح سرية يعني جه وعرض على حسن الهضيبي وعلى زينب الغزالي أنه هو يعمل عملية فناء عسكرية، هم لم يقروا ولم ينكروا. أيوه. وكانت الفكرة انه نجح فاحنا معاه، وكانوا عارفين بهذه الخطة. هم انكروا تماما معرفتهم بصالح سرية الى ان ظهرت مذكرات طلال الانصاري اللي هو كان المتهم الثالث في قضية الفنانة العسكرية، وقال انه صالح سرية عرض الخطة والاخوان وافقوا، وكانت الفلسفة او الالية انه ايه، انت لو اتمسكت ما نعرفكش. ايوه لكن لو نجحت احنا معاك. شفت فانت بتتكلم هنا عن اول من وضع الفكر الداعش في عصر الحديث هو اخواني. يعني المقولات الرئيسيه من التنظيم الخاص سنه 1942 كانت تكفيريه، لكن نضج فلسفه التكفير اكثر تولى المتاخونون شكري ثم صالح سريه ثم من توالد عنهم من جماعه ذلك انضاجها بلورتها اكثر. بهذه المناسبه بس بين يعني جمله اعتراضيه، فكره اذا انت نجحت فكان بها ولم تنجح ما نجحتش ما نعرفش، هذه الفلسفه النفاقيه القديمه لما حاول السمكري محمود عبد اللطيف اغتيال جمال عبد الناصر، هو سمكري، الراجل سمكري من امبابه، تم غسيل الدماغ لان جمال ده كافر او ان جمال ده خائن لانه وقع اتفاقيه ان هما كانوا مشتغلين مع المندوب السامي البريطاني قبلها باسبوع يعني فيجوز قتله. بالليل كمال طلبه احد قيادات الاخوان المسلمين ذهب الى جمال سالم وجلس معه سبع ساعات ليبارك الاتفاقية وأنها يعني مكسب كبير لمصر، وهم بيخططوا لاغتيال عبد الناصر. وكان بعدها مباشرة كان محمود عبد اللطيف يطلق الرصاص على جمال عبد الناصر في المنشية في اسكندرية. هذا المنهج يعني الذي يظهر عكس ما يبطن هذه التقية الإخوانية قديمة ومستمرة بأشكال مختلفة وتستخدم اليوم وستستمر. وكذلك انت سألتي في بداية اللقاء هل الملامح هم يستخدمون هكذا وسائل الآن وطبعا مع الإبداعات الجديدة وسائل التواصل مع صحيح. التكنولوجيا، لكن نفس الآليات هي. طيب تمام. انا عندي قضيتين مهمين في هذا اللقاء على هامش هذه الموسوعة اللي الحقيقة أنا مش بدعو إنه الناس تقتني هذه الموسوعة فقط، أنا بدعو المؤسسات في الدولة إنه هذه الموسوعة لابد تكون في المدارس وفي الجامعات وفي مراكز البحث والدراسات، لأنه إحنا بنتكلم عن عمل مرجعي مهم جدا. في قضيتي يمكن أنا توقفت عن في النبي المسلح بالوثائق اللي حضرتك نشرتها. كباحث ألا تخشى مثلا إنه ممكن حضرتك بتهدف بنشر هذه الوثائق إلى
إظهار عوار الفكرة طبعا. لكن ألا تخشى أنه يتأثر شاب مثلا لأنه قاعد يقرأ اللي كتبه صالح سرية وقاعد يقرأ وهم قاعدين يتكلموا عن الإيمان وربنا والإسلام ونصرة الإسلام وآيات وأحاديث وحاجات وارد كتيرة يعني. وارد وارد يعني لكنك تستند إلى حكمة العقل في الفرز وحكمة المتلقي في أن يفرز وأن يقرأ العاقبة. يعني عندما نتأمل مشهد شكري أحمد مصطفى الذي وصل إلى حد أن قتال إسرائيل وكانت كنت مصر على أبواب أو كانت انتهت من حرب 73 الرائعة بشهدائها بملحماتها الكبيرة أن يقول أن هذا ليس جائزا قتال إسرائيل الأرض لأن لا لابد أن يكون قتالهم بالرمح والسيف وفي قرى محصنة وليس ليه يا سيد شكري لأنه انقطع ليس فحسب عن حكمة النص وفلسفة النص القرآني ومعانيه وملآلاته إسرائيل بالسيف والرمح والرمح وفي قرى لابد أن يكون العدو هذا في قرى محصنة لكي نقاتله لأنك ما أمرناش نقاتل إسرائيل لو عايز لوكيشن كده عايز فهذا عندما تقدم للشاب الذي سيتأثر في سؤالك هكذا فكر ويرى خاتمة أو نهايتهم مآلات هذا الفكر كيف وصلنا إليها وكيف أنه سينتهي بأن في الآخر تبرير التدخل الأجنبي كما فعل يوسف القرضاوي مثلا على سبيل المثال برر قتل وغزو سوريا ليبيا وإهدار دم القادة إلى آخره في سبيل أن تأتي داعش مش في سبيل أن ينتصر الإسلام صحيح ليه؟ لأن هو كما قلت لك أنه يريد الوطن فيه وليس أن يكون جزءا ولذلك عندما نحتكم إلى عقل هذا المتلقي شابا أو جمهورا عاديا ويرى هكذا وثائق أو تحقيقات أظن أن حكمة ستذهب به ستغلب في النهاية إلى رفض هذا الفكر لأني آيات الحوار في القرآن وفي النص القرآني والموعظة الحسنة فيه أكبر وأشد وأقطع من آيات الكفر والقتال والقتال له شروطه ومعرباته صحيح وكما أقول دائما في حواراتي أن الله سبحانه وتعالى في النص القرآني تحاور مع الشيطان فليس يكون المعارض لك شيطانا ولن تكون أنت إلها صحيح إلى هذه صحيح الدرجة يعني صحيح بس نحتكم إلى ذلك. طيب القضية الثانية وهي لو وصفت لي حضرتك من خلال هذه الأوراق والخبرة البحثية الطويلة في هذا المجال الفروق ما بين تعامل رؤساء بعد الثورة نعم يعني في توصيفات مكثفة نعم ومباشرة نعم 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 يعني عبد الناصر السادات مبارك الرئيس السيسي الآن في أيوة التعامل مع هذه فوارق الجماعات فوارق إيه؟ شوف هو لكل زمان ظروفه صحيح صحيح ومحيطه الإقليمي والداخلي والدولي ومؤثراته ومن ثم لا يمكن أن تحكم على إدارة رئيس بعينه لهكذا ملف دون وضعه في سياقه التاريخي صحيح ما جرى مع عبد الناصر مثلا أن كانت دولة خارجة بثورة من حكم ملكي ونظام حزبي يسود فيه الفساد السياسي إلى آخره وتأتي هذه جماعات الرفض التي كان عبد الناصر بعكس ما يقول الإخوان كان على طواف مع أغلب حركات الرفض الاجتماعي صحيح من 45 وانت طالع إلى 52 وليس إخوانيا كما أشار الإخوان في بعض كتاباتهم يعني فمن ثم كان من بين الذين تواصل معهم عبر الضباط إلى آخره وده موثق تاريخيا في كتب عديدة يعني كان جماعة الإخوان الشيوعيين الحزب الوطني إلى آخره يعني فمصر في فترة عبد الناصر خارجة من إطار ملكي تؤسس جمهورية جديدة حقيقة دولة جديدة في هذا السياق كان عبد الناصر يريد القوة التي لديها أمل في مستقبل آخر أن تكون معه لكنهم بحكم النشأة وبحكم النشأة البريطانية والنشأة الجوهرها استعماري بالأساس والمسار العنفي في عقيدة هذا الطيار الخوارجي كما أسميه في عقيدة هذه الطيار كان يريد ابتلاع عبد الناصر وليس
أن يشارك جمال عبد الناصر، فكان الطبيعي أن يصادم هذا التيار وأن يقدم في موازاة ذلك أرضية شعبية عريضة من إنجازات اقتصادية وسياسية صحيح. إلى آخر. طيب. فترة السادات، السادات كان يعني في تقديري بدايات الحوار مع الإخوان كان يريد إدخال الإخوان في بالنيابة عنه في صدامات مع ناصريين واليساريين. وكان من بعض المستشارين كان توفيقا غير كان سلوكا غير موفقا لأن هكذا تيارات لا صديق لها ولا سقف لها لا صديق عقيدة ولا اتفاق معها جوهر أساسي في تعاملك مع هكذا تيارات تستخدم الدين بمعناه الواسع في السياسة بمعناها الضيق فهي لا صديق لها ولا سقف لها فبالطبيعي انقلبت عليه بل كانت شريكة ومظلة للذين قتلوه مبارك راوح بين السياسة وبين الصدام مثلا قدم الإخوان في 7 محاكمات عسكرية من 95 لغاية ثورة يناير لغاية ما يعني جت في نهايات حميد أبو النصر بالضبط فأنت ولكن المراوحة هذه لم تمنعه من أن يشركهم في مجلس الشعب هذا الأمر في تقديري يمكن الغلب على فترة مبارك المراوحة بين التصالح أو القبول والرفض في الآخر برضو نفس المنهج الإخواني شاركوا مشاركات دموية في إنهاء نظام مبارك طب الآن الإخوان أنا في تقديري الرفض ليس من النظام السياسي فقط الرفض وهذا كنت أقوله دائما ربما من المصادفات الإلهية التي أعطانا الله لها بعد ثورة يناير أن جاء الإخوان أولا إلى حكم مصر لم يبنوا المدماك لم يبنوا أنا كنت بقول حاجتين دائما يا دكتور إنه ربنا رزقنا بغباء الإخوان يعني ده رزق غباء الإخوان رزق. وتكرار أخطائهم ده رزق والحاجة التانية إنك لو عايز تنهي الإخوان وصلهم للحكم هو ده يعني هما فعلا لازم يوصلوا الحكم عشان يخلص هو اللي حصل ان اذا لما سالتني السؤال انا اعتقد ان الرفض للاخوان فيما بعد 11 ثم 13 كانت شاهد الاكبر هو رفض شعبي من الناس لان النموذج الذي قدم لهم في الحكم خلال السنتين الاول للثوره كان نموذج اقصائي وفاشيستي وفاشل يعني يا ريته اقصائي وفاشيستي وناجح مثلا حقق مكاسب وانجازات لكن كمان فاشل سياسي واقتصادي وبالتالي صار الغضب من الشعب الاصيل في هذا الرفض من الشعب ومن ثم الاداره هنا التي جاءت لتواكب او لتماهي هذا الغضب او الرفض الشعبي الطبيعي مطلوب ايضا في مواجهه ذلك هو الانحياز لهذا الغضب ده مهم اقتصاديا جداً. وسياسيا وانجازيا على مستوى الاداره الحاكمه مطلوب ان ان ان, أن يقوى هذا الرفض للخيار الاخواني والا ينظر الناس اليه انه منقذ وده في تقديري انتهى لفترات طويله لاني جاءوا للحكم اولا فبانت العورات بشكل واضح صحيح. مطلوب ان نرتكر فقط الى ذلك مطلوب ان يتم الانجاز السياسي والثقافي الواسع لصالح هؤلاء الناس الذين وقفوا ضد هؤلاء ورفضوا الاخوان عن قناعة بالضبط طيب هسال حضرتك سؤال من ارضيه بحثيه ونختم به لقائنا اللي الحقيقه يعني متاخر كتير لكن هل كباحث ترى انه يمكن ان يكون هناك مستقبل لهذه الجماعه في مصر؟ في تقديري لاجيال قادمه لا مستقبل شبيه بالماضي بنسخ الماضي نسخ ده كلام دقيق جدا يا دكتور يعني لاجيال قادمه لاجيال لاني كما قلت المشكل صار مع الناس مع المجتمع مع الشعب ولم يعد مع جيش او مع شرطة او مع نخبة او مع مثقفين انا كنت بقول يا دكتور معلش حضرتك توافقني ولا لا ان هم في العصور السابقة
لانه الصراع كان مع السلطه. أيوة. فكان بيبقى فيه تعاطف شعبي معه. احسنت. لكن الصراع بعد 11 كان مع الشعب. هو ده. ولذلك هم لم يخرجوا من الحياه السياسيه بقدر ما خرجوا من الضمير الشعبي المصري. هو ده. آه. لاني الوعود الكبيره التي كنت تقراها في ادبيات الاخوان والمظالم التي تصدر اليك كباحث او كاعلامي كانت احيانا تبلبل النظره، لاني لم نشاهد هذا المظلوم في وضعية الحاكم أو في وضعية المسؤول. فلما وضع بان لنا أن بان كل شيء. أنه كان به أكاذيب كثيرة. لذلك أنا أتوقع لفترات طويلة، لكن مطلوب كما قلت وضع هذا الرفض الشعبي للإخوان. في سياقه للإخوان في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديمقراطي الواسع لكي تتحصن البلاد حصانة حقيقية ضد هذا الفيروس. طيب أنا بشكر حضرتك لكذا حاجة. أولا للحقيقة هذا التاريخ الطويل من البحث والتحقيق لكشف حقيقة هذه الجماعات، والكتب حضرتك لا تزال تعلمنا وتلهمنا الحقيقة. والشكر الثاني على هذه الموسوعة اللي جاي في وقتها تماما. وشكر الثالث ان حضرتك قبلت دعوتنا في البرنامج. اشكرك جدا استاذنا الكبير دكتور رفعت سيد احمد، كنت معي الحديث عن موسوعه مهمه جدا اتمنى ان تكون في كل مكان في مصر الحقيقه. وبشكر حضراتكم لمتابعتكم لنا اليوم. نلتقي الجمعه القادم ان شاء الله، وتصبحون على وطن.